ومن المقرر أن تشكل العملية السياسية في سوريا محور لقاء مرتقب بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وممثل الأمم المتحدة الخاص بشأن سوريا ستيفان دي ميستورا. وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء عن متحدثة باسم الخارجية قولها إن لافروف سيلتقي دي ميستورا غدا الأربعاء في موسكو، وأوضحت أن الطرفين سيبحثان فرص بدء حوار حقيقي بين دمشق والمعارضة السورية على حد تعبيرها. The